دي الشاشة ظاهرة معاكم، عملت شير لمشاركة الشاشة، هل هي ظاهرة معاكم؟ طيب تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم جميعا سادة المتدربين بكافة مقاماتكم الرفيعة في دبلومة إعداد المدرب الإلكتروني المعتمد باعتماد البورد الأمريكي للإدارة والموارد البشرية ومركز الرؤية السابعة للتدريب، وتقديمي أنا المدرب والمحاضر ديس الحسن محمد توم. بنرحب بكم كثير، وأول حاجة عايزين نتعرف عليكم، عايزين أي واحد باختصار يورينا اسمه والتخصص بتاعه والهدف من حضور الدورة بصورة سريعة. نبدأ بيوسف. أيوة خلاص يا اسمه طاهرة، خلاص ابدي تفضلي. طاهرة طاهرة، تفضلي يا طاهرة. طاهرة مرحبا. تمام ما شاء الله ما شاء الله، بإذن الله تعالى. طيب نشوف اللي بعده. واحد يعرفنا بنفسه. أيوة الصوت الصوت يا خمسة. أيوة بإذن الله تعالى. ماهر ولا يوسف؟ عليكم السلام. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. مرحبا بك ماهر. ماهر بعيد ولا ايش؟ ارحب. عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الجزء الثاني. ايوه مرحبا بك والله. ان شاء الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله. طيب مرحبا بكم كثير، مرحبا بكم كثير جدا جدا، ونحن فخورين جدا انك تكون معانا في الدورة دي اللي هي دبلومة إعداد المدرب الإلكتروني المعتمد. هي عبارة عن دبلومة تدريبية بتأهلك
لفهم ماهية التدريب الإلكتروني وأهميته وأنواعه. تتعلم معانا كمان في البرنامج التدريبي ده كيفية إعداد المادة التدريبية الإلكترونية باستخدام برنامجي الوورد والباوربوينت. يمكن تكون حاجات أساسية الناس كلها عارفينها، لكن هنركز على مهارات معينة عشان تقدر تساعدك في تجهيز مادتك الإلكترونية للعرض. وكمان بيساعدك على الإلمام بمهارات العرض والتقديم الإلكتروني. كمان في الدورة بتتعرف على الفصول الافتراضية الـ Virtual Classroom والمنصات اللي أنت ممكن تستخدمها عشان تدرب تدريب إلكتروني. جزء منها بيكون مجاني وجزء شبه مجاني وجزء بقروش. وكيفية إدارة الفصول الافتراضية باستخدام تطبيق الزوم، ده من التطبيقات الشهيرة جدا في التدريب والتعليم الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية. وكمان استخدام تطبيقات جوجل المجانية، دي هي تطبيقات مهمة جدا لأي زول لازم يتعلم منه يتعامل معاه في مجال التدريب والتعليم. وكمان كيف تقدر تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في التدريب وتنمية مهاراتك التدريبية والتعليمية. وكيف تقدر تسجل فيديوهات تدريبية وتعليمية بواسطة برامج معينة، هناخد منها بعض النماذج. هي برامج كثيرة جدا طبعا، في جزء منها بيدعم تصوير الشاشة، في جزء منها بيدعم تصوير المدرب والشاشة، في جزء منها فيه مونتاج، في جزء منها غير مونتاج. فهي أنواع كثيرة جدا من البرامج. الموضوعات التدريبية بالتفصيل اللي هيتم دراستها، اللي هي ما المقصود بالتدريب الإلكتروني، يعني زي مقدمة نظرية كده عن التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد والخلفية التاريخية عنه وأنواعه. بعد ذاك في اليوم الثاني حنجي نتكلم عن المادة التدريبية الإلكترونية، كيف نقدر نجهزها أو نبحث عن مادة تدريبية ونجهز الحقيبة بتاعتنا باستخدام الوورد والباوربوينت، مهارات العرض والتقديم الإلكتروني. يعني هنتكلم عن نبذة عن نظام الفصول الافتراضية وأشهر المنصات المتاحة للتدريب الإلكتروني بأنواعه الكثيرة، اللي هو المتزامن والغير متزامن والمدمج. كيف نقدر ندير الفصول الافتراضية باستخدام تطبيق الزوم بنوعين، اللي هو الفري المجاني والما مجاني. كيف نقدر نستخدم تطبيقات جوجل المجانية ونوظفها في مجال التدريب والتعليم، التدريب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات التدريب باستخدام الفيديوهات المسجلة. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب التعليم الإلكتروني أو التدريب الإلكتروني، نحن أكيد في الفترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت الحياة بقت يعني تضاف لها كلمة إلكتروني طوالي، اي بيزنس، اي كوميرس، اي هيلث، اي سكول. فالثورة التكنولوجية، ثورة الزيرو ون، عمت الحياة كلها، خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت بإصدارات الثلاثة، اللي هي الفيرشن 1 كان عبارة عن ريدابل بس، أنت بتقرأ صفحات ساكنة وتقدر تشارك فيها. فيرشن 2 بقت انتر اكتيف، تقدر تضيف محتوى. وفيرشن 3 بقت اكسكيوتابل، يعني حتى المواقع بقت ذكية، تقدر تعمل كولكت منك داتا معينة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ده عمل ثورة كبيرة جدا، من ضمنها أكيد بيكون أثر على العملية التعليمية، وظهر لنا التعليم الإلكتروني وهو أساليب من أساليب التعليم، وده بأكيد حتوصل بها معلومة للمتعلم. لكن الفرق بينه وبين التعليم الآخر إنه بتستخدم فيه أي تقنية متوفرة بالنسبة لك، سواء كان إنترنت أو شبكات أو وسائط متعددة مالتي ميديا، أي حاجة بتقدر توصل بها المعلومة دي بتقدر تستخدمها عشان تقدر توصل بها المعلومة. وده أكيد بيكون بقلل لك في الوقت والجهد، لأنك انت زمان كان بتمشي المكتبة أو تمشي لمسافات بعيدة عشان تتحصل على كتاب معين، هسي كل الداتا دي بقت متاحة لك في أي وقت بسيط، انت ممكن تصلها عن طريق شبكة الإنترنت وبأقل جهد وأكبر فائدة أكيد كتير، لأن الإنترنت بقى سري جدا بالمعلومات. حتى المعلومات بقت كتيرة، بقى يعملوا لها مايننج، الداتا مايننج والديب مايننج، حتى ما يعني ناجح ده، تشوف كيف تقدر تستفيد من المعلومات دي بأقصى فائدة ممكن.
وبصورة كمان تمكنك من إدارة العمل التعليمية، لأن الموضوع ما يكون فوضى يعني، لازم يكون في ليرنينج مانجمنت سيستم يدير لك العمل التعليمية كاملة، كأنك أنت في مدرسة حقيقية فيها أتندس، فيها تسجيل للمدربين، فيها طريقة لأنك تقدر تقيمهم وتقيس أدائهم بعد ذاك، في تمارين بيتم تطبيقها، حاجات زي دي تقدر تقيس بيها أداء الناس، لأنه في النهاية لازم تطلع لهم نتيجة معينة وتحدد مستويات. في حاجة كده مهمة لازم نفرق بينها، اللي هي الفرق بين التعليم والتدريب، لأنه بتلقى احنا بنتكلم مرة عن التعليم مرة عن التدريب، التعليم الإلكتروني التدريب الإلكتروني كده كده. فدي معلومة ما عندي علاقة بالتدريب الإلكتروني التعليم الإلكتروني، لكن ده التعليم ذاته يعني، فرق بين التعليم والتدريب كمصطلح. التعليم هو نقل معلومة أو تلقين معلومة، يعني بيكون في زي عنده معلومة واللي هو المدرس بيلقنها، وبنقولها لشنو؟ للمتعلم أو المتلقي بطريقة تلقينية يعني، زي المدارس الأساس الثانوي الجامعة، ده يسمى تعليم تقليدي traditional learning، بيديك المعلومة بلقينها ليك، وبعد ذاك بعد ذاك بتتلقاها، والنفس بتاعه بيكون طويل يعني، انت عايز سنين طويلة جدا عشان تكمل العملية التعليمية بتاعتك من مرحلة الأساس لثانوي لجامعة لبكالوريوس ماجستير دكتوراه، عشان تقدر تصل لمستوى معين من المعرفة في المجال المعين. أما التدريب هو نقل معلومة وطوالي بيجي بعده تنمية مهارة، ودائما فتراته بتكون أقصر من شنو؟ من التعليم. التدريب بتنقل لزول معلومة متخصصة في حاجة معينة ومحددة، عشان كده زمان كان بيسموها شورت كورسز، حتى الدبلومات بتاعتها سموها دبلومات مهنية لأنها حاجة محددة وقصيرة. وطوالي بتملك الزول مهارة، المهارة معناتها كيف أطبق هذه الحاجة. أنا دار أديك معلومة عن التعليم الإلكتروني، طوالي بديك مهارة كيف تكون مدرب إلكتروني وتطبق التدريب الإلكتروني ده. طوالي يمكن كان يكون عندك قناعات ما صحيحة عن التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد أو التدريب الإلكتروني، لازم أقدر أغير لك قناعاتك وسلوكك يعني. أنت إذا بعد الدورة دي قناعاتك عن التعليم الإلكتروني وسلوكك في التعليم الإلكتروني ما تغير، كده أنا بكون فشلت في العملية التدريبية. إذا التدريب فيه نقل معلومات، تنمية مهارات، تغيير للسلوك والقناعات في موضوع معين، عشان أنا أقدر أغير لك سلوكك أصححه وأخليك أنت قنوع بأن الحاجة دي مفيدة أو الحاجة دي عندها ذات فايدة في أي موضوع أيا كان. إدارة الوقت، التنمية البشرية، دي كلها الهدف بتاعي إنه تغير لك سلوك وتديك مهارات معينة في جزء معين كده من المعرفة. كده الصورة بقت واضحة والفرق بقى واضح بين التعليم والتدريب يا شباب، الفرق واضح يعني. انت اذا سئلت في اي مكان فرق بين التعليم والتدريب شنو، تكون عارف الفروقات بيناتهم. عشان كده التدريب بيكون انتراكتيفيتي اكتر من شنو، من التعليم، لكن التعليم برضو حاجة مهمة لانه بيكون كونتينيولي معاك في حياتك كلها. طيب تاريخ تطور التعليم الإلكتروني، أو عايزين ناخد نبذة كده تاريخية عن التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني أصلا جه معتمد على حاجة اسمها التعليم عن بعد في ظهور وتطور أصلا، لحد ما مر بالمراحل ده وبقى هو التوب، وبقى التعليم عن بعد جزء منه، بقى جزء من التعليم الإلكتروني. أنت كنت بتسمع عن حاجة اسمها التعليم عن بعد، فأنت في ناس بيكونوا قايلين لنا يا التعليم الالكتروني ذاته والاونلاين واللايف ليرنينج واللايف تيتشنج والحاجات مع بعض الجايزه دي. فالتعليم عن بعد هو جزء من التعليم الالكتروني بقى، لكن الاقدم يا هو التعليم عن بعد ما التعليم الالكتروني. لكن في الحالتين انت بتتلقى المعلومه بتاعتك من مكان بعيد، انت بتكون بعيد من المعلم، ما بالتعليم التقليدي اللي تمشي للمعلم في مكانه، ولازم يكون في فيزيكال بليز، ولازم يكون في جو معين، لا انت بتكون في الحالتين بعيد من شنو، من المعلم. التعليم عن بعد ظهر
قديم جدا في القرن التاسع عشر، وعرف بالتعليم بالمراسلة، وكان النوع ده من التعليم بيساعد المتعلمين اللي ما بيقدروا ينتظموا في الحضور، عندهم ظروف بتاعة شغل، مرة اتزوجت وضعت كده، عندها ظروف خاصة، ناس ما عندهم إمكانية إنه يواصلوا عملية التعليمية، شغالين دايرين يقروا ما بيقدروا يمشوا للمؤسسات التعليمية. وكان المحتوى التعليمي ده بيتم تجميعه في كتب، لكن بتكون كتب خاصة يعني الشرح فيها كتير، الكلام فيها تفصيلي ما زي الكتب المجملة، وبيدوهم واجبات ومهام ووظائف معينة، وبيقروا بخطة بتاع تعليم معينة، وبيدوهم واجبات لفترات معروفة، وبيرسلوا الواجبات دي عن طريق البريد، وبيتم الرد عليها لحد ما يتم تقييم النازل بصورة محددة. والكلام ده تم تطبيقه في السودان في جامعة السودان المفتوحة، الناس اللي عندها ظروف شغالة أو كده تمشي تقرأ للتعليم المفتوح أو التعليم بالمراسلة. انتشر التعليم بعد ذاك عن بعد اللي هو سموه التعليم بالمراسلة عام 1873، وكان محاولة من الكنائس إنها تنشر التعليم بين الأمريكيين عموما. بعد ذاك عام 1883 بعد 10 سنة أول فرصة للحصول على درجة علمية من جامعة عن طريق التعليم عن بعد في نيويورك. في عام 1892 تأسست في جامعة شيكاغو أول إدارة مستقلة للتعليم عن بعد أو بالمراسلة، وهنا إحنا في جامعاتنا السودانية كان بيسموه التعليم بالانتساب، ودي بتكون أول جامعة على مستوى العالم بقت تعلم عن بعد، والطلاب كان بيتحملوا مسؤولية التعلم هم، وبيكملوا واجباتهم وبيرسلوها بالبريد للمعلمين، وده بيراجعوها وبيرسلوا لهم الملاحظات والدرجات بنفس الطريقة. وكده ظهرت أو اتبلورت فكرة التعليم عن بعد أو الانتساب أو التعليم بالمراسلة. وأكيد طبعا في الفترة دي بيكون في نقد كبير من الناس الأساتذة إنه أصلا ما مقتنعين بالفكرة دي، وإنها هي فكرة ما صحيحة، وإنه ده تعليم مدني يعني درجته أقل من التعليم شنو الحقيقي، وإنه الشهادات دي ذاتها شهادات مدنية، حتى لما يكتبوا لك شهادتك تعليم عن بعد كان الناس بتتضجر إنه الشهادة دي كأنها ناقصة من باقي الشهادات. عام 1970 بدأت التقنيات مثل التلفزيون والراديو والشرائط التسجيلية دي بقت تستخدم في قوة، وبقت تساعد في عملية التعليم عن بعد، وظهرت القنوات التعليمية، وإنه يسجلوا المحاضرات في شكل فيديوهات ويدوها للطلبة عشان يحضروها، وده يلا أدى دفعة قوية جدا للتعليم عن بعد. بعد ذاك في العقدين الأخيرين دي الحكاية دي انتشرت وبقت حاجة كبيرة، وبقى في أكثر من 20 جامعة حول العالم بتعتمد النظام بتاع التعليم عن بعد. في العام 1999 التلفزيون كورسز حققت نجاح كبير جدا في التعليم عن بعد، وساعد الطلاب بصورة كبيرة جدا لأنه سجلوا كل الدروس دي على الفيديو. كان ظهرت تتذكروا في فترة قديمة جدا تعليم اللغة الإنجليزية بالفيديو وفي شكل حلقات كده ومسلسلات وتمثيليات وحاجات زي دي، فده كله بيعتبر تعليم عن بعد. في العام 2001 بعد ظهور الجيل الثاني للشبكة، بعد ده جات الانتشار الكبير وجا الانفتاح الكبير للتعليم عن بعد عن طريق المواقع وشبكات الإنترنت، والحكاية كده بقت شنو بقت عامة. بالنسبة للسودان هنا في عام 2002 أصدر مجلس الوزراء قانون جامعة السودان المفتوحة، وبدأت شنو بدأت تعتمد نظام التعليم عن بعد أو التعليم بالمراسلة في السودان. مفهوم التعليم الإلكتروني بدأ بتين، التعليم عن بعد ده كان بيستخدموا فيه الأدوات العادية يعني كتب الحاجات دي عادي غير أي حاجة إلكترونية، لكن لما جه الإنترنت وجات الحاجات الإلكترونية بعد ذاك انتشر، ومن استخدام وسائل العرض الإلكتروني زي البروجيكتر كده خلاص طوال ظهر التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني معناته تستخدم أدوات فيها شنو إلكترونيك أو فيها تقنية إلكترونية لإلقاء الدروس. بعد ذاك الوسائط المعادة، أنت لما يجيبوا لك كلمة مالتي ميديا طوال يجي في بالك شنو صوت، صورة، فيديو، باوربوينت، الحاجات دي كلها لازم تجي في ديسك، أي حاجة استخدام موسيقى تأثيرية دي كلها بيسمى شنو؟ بيسمى مالتي ميديا.
بعد ذاك جات المدارس الذكية اللي هي بتعتمد مدرسة كاملة بتكون عبارة عن موقع إلكتروني فيها نظام بتاع LMS Learning Management System، فيها فصول افتراضية، فيها طلاب بيسجلوا عن بعد من كل دول العالم، بيتم اعتماد تسجيلهم وبينتقلوا من الفصل الأول للثاني للثالث لحد ما يتخرجوا. في ناس كثيرين حضروا دورات عن بعد. ده التطور بتاع التعليم الإلكتروني. كده بنلقى انه التعليم عن بعد كان اصلا موجود بعد ذاك الثورة التكنولوجية، طوال ظهرت التعليم الالكتروني. التعليم الالكتروني احتوى التعليم عن بعد، والتعليم عن بعد بقى جزء من التعليم الالكتروني. مميزات التعليم والتدريب الالكتروني شنو؟ انه بيوفر لنا المحتوى التعليمي للدارسين في اي وقت وفي اي مكان. يعني حكاية الزمان والمكان دي بتتلاشى. بعدين انت ممكن في اي وقت تخش الانترنت تلقى المحتوى التعليمي، وكمان بأشكال متنوعة. محمد إسحاق أستاذنا العزيز، رحب بك. أستاذنا محمد إسحاق، مرحب بك. طيب قلنا كده احنا فهمنا المفهوم بتاع التعليم عن بعد، وانه كان في الاول وجاء منه التعليم الالكتروني وبقى جزء منه. يا شباب واضحه كده؟ وضحت الفكره؟ لانه في لخبطه او لبس كبير بين التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. واضح يا شباب؟ شباب الان لما اقول يا شباب معناته داير بعد ده ناس تتفاعل معي، لما ابدا اتكلم خلاص تمام. طيب مميزات التعليم والتدريب الإلكتروني، بيوفر لنا المحتوى التعليمي. قلنا يلا كلمة المحتوى التعليمي دي بقى available، الشبكة بقت غنية، المعلومات بقت مدفقة. انت في اي وقت واي زمن ممكن تخش وتختار او تبحث عن المعلومات اللي انت عايزها. قلل لنا من تكاليف التعليم والتدريب. زمان عشان تشتري الكتب داير قروش كتيرة جدا، عشان تتحصل عليها في ناس بتسافر ما بعرف معرض القاهرة وبيروت ويسافروا ويجوا عشان يشيلوا الكتب ويودوها. الحاجة دي كلها بقت متوفرة عن طريق الإنترنت، بقت عندنا المكاتب الإلكترونية. المتابعة بالنسبة للمتعلم ذاته بصورة دقيقة، تقدر تشوف إنه اتعلم قدر شنو، وكان بيحضر قدر شنو، التدريبات العملة. بيساعد الجامعات والمراكز في استيعاب أعداد كبيرة من الدارسين من كل أنحاء العالم، بيسجلوا في جامعات عالمية وبيحصلوا على شهادات. تقديم التعليم للناس الساكنين في مناطق بعيدة وما بيقدروا يوصلوا بسهولة، لكن بشرط إنه لازم يكون عندهم في مناطقهم دي شبكة بتاعت إنترنت وكهرباء ويقدروا يوصلوا للمحتوى الإلكتروني. دي كلها ميزات بتعتبر للتعليم أو التدريب الإلكتروني. التعليم عن بعد بيتميز بعدم التواصل المباشر اللي هو ما زي التعليم التراديشنال التقليدي بين المعلم والمتعلم، وبيتم عن طريق وسائل التعلم سواء كان تقليدية أو حديثة. لما تبقى حديثة إلكترونية بعد ذلك بتعليم إلكتروني. إذا كان وسائل تقليدية كتب وكده بيبقى بس تعليم عن بعد، ما بقوله على تعليم إلكتروني. وقلنا أول جامعة بدأت الكلام ده حتى قبل دخول الثورة بتاعت التكنولوجيا وكده، اللي هي جامعة السودان، كان بتعمل كتب، وده يسمى تعليم بالانتساب او تعليم بالمراسل او تعليم عن بعد. بعد ذاك دخلوا القناة بتاعت جامعة السودان والإذاعة، دي برضه بتعتبر مالتي ميديا. بعد ذاك لما جاء سوت الانترنت بقى عندهم موقع بتاع جامعة السودان، فيه اختبارات، فيه اكاونت لكل طالب ومتابعة واجباته لحد ما يجي يتخرج وكده. فده كان تطبيق شامل للتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. الفرق بين التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، التعليم الإلكتروني فيه تقديم البرامج التدريبية والتعليمية عبر وسائط إلكترونية. واضح الكلام ده؟ يا بروجيكتر، يا سي ديز، يا استخدام فيديوهات بتشرح لنا العملية التعليمية بتاعتنا، استخدام بروجيكتر بوينتر، أدوات تفاعلية مع الطلاب. دي كلها بيسمى استخدام الكتروني. اكتر حاجه طبعا اللي هي شبكه الانترنت. والتعليم الالكتروني ممكن يكون متزامن لايف لحظه زي اللي حاسس حاليا قاعدين نتعامل معاه. انا بتكلم معاكم وانتم ممكن تردوا لي في نفس اللحظه، صح يا شباب؟ ده اسمه تعليم متزامن سانكرونس.
في طريقة تانية اللي هي التعليم الغير مزدوج، اللي هي اللي أنا رسلت لكم الفيديو الجبال داك. ممكن واحد يخش لحظة أنا رفعت الفيديو يحضر، ممكن يقول يا أخي واحد أنا داير الفيديو ده بعدين الساعة 1 2 كده أقزقز بيه. واحد بيسحب على صلاة الصبح لما البيت يكون هادي يقول داير يحضر. ده اسمه تعليم غير مزدوج. أي زول بيختار الزمن، الكلام ده هنجي نفصل فيه بعد شوية بالتفصيل. والكلام ده كله التعليم الالكتروني بيعتمد على مبدا التعليم الذاتي، انك انت ذاتيا لا تتعلم، ما زي المدرسه بيجبروك لازم تمشي في زمن معين وتجي ولازم تحضر ولازم تقضي. لا، هنا ده بيعتمد على مفهوم التعليم الذاتي اللي هو التعليم الالكتروني. في فرق تاني في عمليه التعلم ذاته. في التعليم الالكتروني تلقي المعلومه بيكون عن طريق استخدام تقنيات الوسائط المتعدده اللي هي صوره، صوت، فيديو كده، ملفات مرسلة كده. وبتنتفي بعد ذاك حتة الزمان والمكان، الزمن اللي بيريحك والمكان اللي انت قاعد فوقه بتلتقوا، لكن فيرشوال افتراضيا. انتوا بتكونوا في حتات اماكن كثيرة، لكن افتراضيا انتوا قاعدين في مكان شنو؟ في مكان واحد. وبيتم التواصل بين المتعلمين او المدربين عبر وسائط ممكن تكون انترنت او انترانت او اكسترانت او تلفزيون تفاعلي. الانترنت دي طبعا معروفة اللي هي الشبكة العالمية للانترنت، مجموعة الشبكات حول العالم ربطها كلها بقوها شبكة عالمية globalization. اي زول بيكون عنده اي بي ادريس بيخش على الموقع، اي زول عنده انترنت خطاه في لابتوب او في موبايل بيقدر يخش على الموقع المعين والناس كلها تتواصل مع بعض. طيب شنو الانترانت؟ الانترنت دي عندها خدمات زي البريد الالكتروني، زي المواقع، زي الاف تي بي، مشاركة الملفات زي كده. اذا انت استخدمت نفس الخدمات بتاعت الانترنت العالمي ده لكن في حتة محصورة في شركة بس، مبنى واحد او في بيتكم بس او في كده، بس الخدمات بتاعت الانترنت ده لكن تكون في مكان محصور في جامعة معينة او كده وقفلتها بفاير وول وبكده، ده بيسموه انترانت. كده وضح الفرق بين الانترنت والانترنت. الانترنت ده مع خدمات عالمية، العالم كله بيكون مشارك في شبكة واحدة. الانترانت دي نفس شبكة الانترنت لكن في مكان شنو؟ محصور في مبنى واحد او عمارة واحدة او شركة واحدة فقط. الاكسترانت دي شنو؟ الاكسترانت دي انت عايز تستخدم شبكة الانترنت لكن لفروع معينة، اللوكيشن بتاعها مختلف. يعني عندك جامعة عالمية المقر بتاعها في واشنطن لكن عندها فروع في أفريقيا، فروع في آسيا، فروع في أوروبا. كل الفروع دي المختلفة في العالم دي يكون شبكتها واحدة، وأي زول من بره الجامعة، ما طالب أو ما أستاذ أو ما موظف أو ما عامل في الجامعة دي ما بيقدر يصل للشبكة. لكن هم فعليا جلوبالايزيشن، يعني مواقعهم جلوبالايزيشن، مواقع مختلفة حول العالم لكن شبكتهم حصرية فيهم هم بس، ما بزول من برا بيقدر شنو يقدر يخش لها. دي بسموها اكسترا نت. ده الفرق بين الانترنت والانترانت والاكسترانت. التلفزيون التفاعلي ده اسمه اي تي في، انتر اكتيف تلفزيون. هو ما زي التلفزيون العادي ده بس تقعد تحضر وخلاص، لا ده فيه ميزات اضافية انك ممكن تتفاعل معه. يعني مثلا يجيبوا لك استبيان في التلفزيون انت عن طريق الريموت تقدر تجاوب على الاستبيان ده، تختار حاجة معينة، او جابوا دعاية ممكن تشتري عن طريق التلفزيون طوالي، او في وسيلة تعليمية ممكن تتفاعل معاها، ده اسمه الاي تي في. لكن ده حسي طبعا الانترنت بيكون طغى عليه وبقى ما ظاهر، لكن هو في اوروبا وكده كان مستخدم يعني التلفزيون التفاعلي. الفرق بين التعليم عن بعد لسه نحن ماشيين فيه. في التعليم عن بعد ما إلا تستخدم تقنيات الاتصالات الحديثة والإنترنت وكلام زي ده، ممكن بس المادة التدريبية دي تتسلم في شكل كتب وخلاص كده، دي بقت واضحة صح مطبوعة، بعد ذلك الدور الطلبة يمشوا بيها ويجيبوا يحلوها، ده اسمه تعليم عن بعد. لكن ما قلنا تعليم إلكتروني معناه استخدام الشبكة، الإنترنت، التطبيقات بتاعت اللايف والميتينج وكده، ده طوالي بيسمى تعليم إلكتروني. طيب تأثير التكنولوجيا في التعليم عن بعد. التكنولوجيا طبعا أثرت في تنظيم التعليم عن بعد، والتغييرات دي حصلت في إنه بقى الطالب ما إلا يحضر،
حتى زمان في التعليم عن بعد انت كل فترة شهرين ثلاثة لازم تجي عشان تسلم واجباتك ويدوك التغذية العكسية بتاعتك وتمشي. لكن هنا خلاص انت ممكن ما تجي الجامعة ذاته، مش ما تجيها، ممكن تكون ما قاعد في الدولة اللي فيها الجامعة ذاته، ولا حتى قاعد في الغارة اللي فيها الجامعة، تكمل الجامعة بتاعتك والنتيجة تجيك هناك في محلك إلكترونيا. فده الأثر بتاع التكنولوجيا أثر كتير جدا في العملية التقليدية اللي كان متبعة في التعليم عن بعد. التعليم عن بعد قلنا بيعرف زمان كان بالتعليم المفتوح، عشان كده جابوا شنو جامعة السودان المفتوحة، والتعليم بالمراسلة، والتعليم بالانتساب. زمان في الجامعات كان في نوع من القبول اسمه الانتساب، صح؟ لكن حسي بقت في عمادات اسمها عماد التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، شالوا كلمة شنو؟ كلمة الانتساب والمراسلة برا، بقت في عمادات في النيلين، في السودان، في الإسلامية، في عمادة اسمها عمادة التعليم، هاي اسمها عمادة التعليم عن بعد والتعليم شنو؟ الإلكتروني. التعليم عن بعد ده بتجي تشيل حاجاتك وتمشي، لكن التعليم الإلكتروني ده حتى التدريس ذاته بيكون عن طريق شنو؟ عن طريق الفيديوهات المسجلة. كده لحد هنا واضحين يا شباب؟ الأمور ماشية تمام؟ طيب التعليم الإلكتروني ده ذاته اللي هو جه طغى على التعليم عن بعد ده زي ما احنا شفنا التدرج بتاعه ده، عنده أنواع، يعني ما هو كله حاجة واحدة بس. عندنا حاجة اسمها التعليم الإلكتروني المزامن لايف، يعني لحظيا احنا حسي قاعدين لايف مع بعض، احنا اماكننا بعيده، يعني زول في كده وزول في كده، وحسي كان انا سالت اي زول من عنوان حتاتنا بعيده شديد، لكن فيرشوالي قاعدين في قاعه واحده او في كلاس واحد حسي، صح؟ ده اسمه تعليم سينكروناوس اي ليرنينج، تعليم حسي متزامن لايف. في التعليم غير المتزامن، ما ضروري تخش حسي في نفس الوقت، ممكن تلقى المحاضره تاني يوم، حسي الثلاثه ولا السته اللي ما خشوا معانا ديل بيصحوا الصباح بيلقوا الفيديو قاعد، يقوموا بيحضروه بدون فيدباك عن طريق الواتساب الجروب، وانا برد عليهم او كده. ده اسمه التعليم غير شنو؟ غير المزامن. التعليم المتمازج او المدمج ده البلندد ليرنينج، وده حسي مستخدم في السودان لانه ظروفنا صعبة شوية، يعني انت لازم تسجل للناس المحاضرات وفي نفس الوقت تديها لهم اونلاين، وفي نفس الوقت يكون في زي يومين ثلاثة كده شغل مضغوط الناس تتلاقى فيه. ليه؟ لانه الكهرباء هنا بتقطع والنت هناك بيبقى ضعيف وهنا المشكله كده، وفي نفس الوقت الناس ما ممكن تجي يومي لانه في يوم مظاهرات ويوم المواصلات صعبه ويوم كده، فالناس كلها دمجت الحياه دي كلها مع بعض وطلعت بنموذج مدمج مع بعض، تستخدم الميزات كلها مع بعض بتديك حاجه شنو؟ حاجه متكامله او صوره جميله. اذا عندنا تعليم متزامن، تعليم غير متزامن، تعليم مدمج او مزيج. التعليم الإلكتروني المتزامن ده في نفس الوقت في الريال تايم على الهواء مباشرة لايف، من كده في الفيسبوك وفي في اليوتيوب ممكن تعمل كرييت للايف او تعمل ابلود لفيديو، صح؟ كرييت لايف معناته تتكلم طوالي مع الناس على اليوتيوب، الحاجة دي حاصلة حاليا في الريال تايم، حتى في التيك توك وفي كده في لايف وفي انك ترفع شنو؟ فيديو. إذا كده الفكرة بقت واضحة، صح؟ الزمن الحقيقي الناس كلها قاعدة في حتات مختلفة لكن قاعدين فيرشوالي مع بعض في نفس شنو المكان، وبيقدروا يدردشوا مع بعض طوال، ده يرد ده يجاوب ده يعمل ده كده. والأدوات زي غرف الدردشة والمكالمات الصوتية زي الإيمو زي كده، والكتابة على اللوحة الأبيض سبورة عديل تكون، أنا أكتب عليها بالقلم كده تظهر لكم بهناك. الاجتماعات الافتراضية دي بسموها أدوات التعليم الإلكتروني المزامن، والأدوات دي ما معناتها أي أداة لازم تكون قاعدة في تطبيق مختلف، لا، في تطبيقات بتوفر لك كل الأدوات دي مع بعض، في تطبيقات بتوفر لك جزء من الأدوات وجزء ناقصة إذا تستخدم تطبيق تاني كده. يعني إحنا لما نقول أدوات دي معناتها الحاجات الأساسية، لكن ما إلا أي حد يكون، يعني مثلا الوايت بورد، الفيرشوال كلاس روم، الفيديو كونفرنسينج، الشاتنج روم، دي ممكن كلها تكون موجودة في تطبيق اسمه بلاك بورد، وده طبعا بيستخدموه في السعودية وفي كده لأنه غالي جدا مدفوع القيمة، بيوفر لك كل الحاجات دي مع بعض، إنك تعمل محاضرة لايف في نفس الوقت ومؤتمر فيديو وفي دردشة الناس تدردش بيها وفي سبورة بيضاء وكده.
مثلا في الميتنج يوفر لك انك تعمل شير، حاسس ان احنا عاملينه ده، تعمل شير للشاشة وفي دردشة برضه في الميتنج، يعني الناس ممكن ترسل رسالة في جزء بتاع دردشة، وانا حاسس قاعد معاكم فيديو كونفرنس، لكن بس اللوحة البيضاء دي ما في الا انا اكتب على شنو، على الوورد او في اداة تانية بنستخدمها عشان تكون شنو، تكون واحد. الزوم برضه بيوفر لك كل الحاجات دي، وفي لك ميزه تانية ان اثناء ما انت شغال ممكن تربطه طوالي بشنو بالفيس يكون بس مباشر. فدي اسم الادوات، الادوات دي ممكن تلقاها في التطبيقات بصوره منفصله، او ممكن تلقاها مجمعه كلها في تطبيق، في تطبيقات كتير، في تطبيق اسمه ويز اي كيو، في تطبيق اسمه ويب اكس، في تطبيق اسمه موديل، دي كلها تطبيقات بتوفر لك بيئات تعليميه مختلفه، وبعد ذلك انت بتيجي تشوف الادوات الموفره جواها. ايجابيات التعليم الالكتروني، الميزات بتاعته شنو، ايجابيات شنو، انه ما بيقتضي انه الحضور يكون في مكان واحد، والمتعلم بيقدر يسأل ويجاوب في نفس الوقت، انا حاسس ممكن اسمعكم وانتوا بتتكلموا وبتردوا وتعملوا انتراكتيف معي في نفس اللحظة، وما مكلف اذا كان الشبكة مستقرة يعني وكده، ما مكلف شديد اذا انت حسبتها بانك بتجي للمركز يوميا تركب العربي وترجي وداير فطور وداير كده وغدا وهناي، بتلقى انها ما مكلفة، او لانه شبكة الانترنت انتشرت يعني الناس كلها بقت معظمها شايلة شنو، شايلة موبايلات. لكن كمان فيه سلبيات، لانه محتاج لاجهزة متطورة، اي واحد لازم يكون عنده سمارت فون، والسمارت فون كل فترة لازم تعمل لها ابديت لانه هتظهر اصدارات جديدة، عادة عندك كوست بيكون مخصص بس للموضوع ده. شبكة الإنترنت لازم تكون مناسبة مستقرة، ما فجأة تطيش انت شغال في الدولة او يحصل لها تشويش او كده. لازم تلزم نفسك بوقت معين، وقت المحاضرة ده لازم تكون موجود لأنه الشغل لايف، وفي نفس الوقت ممكن يحصل لك تشويش، زول في البيت يجي تاخد ضيف فجأة يجي خاش كده، لأنه البيئة اللي أنت قاعد فيها ما بيئة تعليمية كاملة، لا أنت قاعد في بيتكم أو في مكتبك أو كده، ممكن تحصل لك حاجة خارجية، المطر تصوب، الهواء يقوم، حاجة كده تعمل لك شنو تشويش. دي من سلبيات التعليم شنو المتزامن الإلكتروني، لكن المتزامن اللي هو بيحصل لايف في نفس الوقت، عشان كده جت التعليم الإلكتروني غير متزامن، ده ما إلا تكونوا قاعدين في نفس الوقت، وما إلا يكون مباشر، ممكن تقرأ المادة على حسب زمنك وعلى حسب ظرفك، زمنك اللي انت فاضي فيه وظرفك، مدى استيعابك اللي انت داير تقرأ، حتى تحضر المحاضرة كلها ولا نصها حسي ونصها بعدين، الموضوع ده كله فيه خيارات كتيرة. أدوات التعليم الغير مزدهم شنو، زي البريد الإلكتروني، لأنك أنت ممكن أرسل لك المحاضرة في بريدك أو الواجبات، وبعدين أديكم واجبات في الفيديو أقول لكم رسلوها لي بالبريد. تستخدم شبكة الإنترنت في الوصول للمواد، يكون في موقع. القوائم البريدية، أنا أقوم أخط الناس بتاعيني كلهم في قائمة بريدية واحدة وأرسل الواجب يمشي لهم كلهم. الديسكشن جروب، أقول لهم أنتوا أنا هرسل لكم الفيديو لكن الساعة واحدة هيكون عندنا ديسكشن جروب في الواتساب أو في الشات او في كده، يكون في فايل ترانسفورميشن ما زي زمان الاف تي بي، لا ممكن يكون عن طريق الدروب بوكس او الدرايفر بتاع جوجل او كده، يكون في ملفات بتتشارك، في اقراص مدمجه سي دي، لكن دي بقت طبعا خلاص اكل الدهر عليها او شرب، بقت ما مستخدمه، لكن للان ممكن تمشي معرض للكتب تشيل 30 سي دي للاي سي دي ال كلها، تمشي بيتكم تقراها بمزاجك تاني. حسي الطغط يا هوس الى التواصل الاجتماعي، يعني بدل ما نستخدم البريد ممكن نرسل الواجبات بالواتساب او بالتليجرام لانه بيشيل مساحة كبيرة للملفات، بدل ما نستخدم الدروب بوكس ممكن نستخدم التليجرام في ارسال الملفات، بدل ما نستخدم اليوتيوب ممكن نستخدم فيديوهات لسه مسجلة نرسلها بالتليجرام او كده، فكده الخيارات بقت او الادوات بقت كتيرة. برضو الادوات دي ممكن تتوفر في مكان واحد، زي مثلا شركة جوجل عملت كل الأدوات دي والميزات دي في مكان واحد ببريد إلكتروني واحد، أو ممكن تستخدمها بتطبيقات مختلفة أو أماكن مختلفة. إيجابيات التعليم الإلكتروني غير متزامن، إنه أنت بعد ده بتقرأ على حسب ظروفك الخاصة، زمنك الخاص اللي أنت فاضي فيه، في زول فاضي الصباح ما شغال، في زول شغال الصباح فاضي بعد الساعة 3، في زول بيفضل الساعة 1 بالليل، في زول صلاة الصبح، على حسب قدرتك الخاصة.
وعلى حسب كمية المجهود المبذول انت بتقدر استيعابك نص ساعة بس، واحد استيعابه 3 ساعات ممكن يكمل اللي ناكله الواحد ده داير يقسمه، والوقت اللي انت دايره اللي انت بتفهم فيه. يعني انت ممكن تحضر المحاضرة دي ما فهمت حاجة ترجع تاني تجي راجع، تاني ترجع تجي راجع، تاني ترجع تجي راجع، لكن الناس كان مع بعض بيقول لك يا اخي ده زهقني ذاته، النقطة دي ما داير يطلع لنا منها ولا فيه. لكن انت ما بتصاب بالحرج، المادة ما بقت مسجلة صح؟ الفيديو ده مسجل وقاعد عندك في الواتساب، تفتحه وتحضره وتفتحه 10 مرات، ما بزول بيقول لك انت زهقت انا ولا بزول بيزهق منك. دي من ميزات التعليم الغير مجزاه. سلبيات بتاعته كمان، عنده سلبيات برضه. هنا ما بكون في تفاعل لحظي بين المعلم والمتعلم. التعليم غير مجزاه ده بيفقد الحصول على التقدير او ردة الفعل اللحظية. يعني حاسس قلت حاجة في زول ضحك، دي اسمها ردة فعل طوالي. او مثلا في زول قال لي حاجة انا قلت له ممتاز والله اجابتك دي صحيحة، ده كده فيدباك سريع بيدي المتعلم شنو ردة فعل كده وحاجة نفسية، ده يلا بيتفقد في التعليم الغير مجزي. يعني انت لو انا رسلت لك فيديو مسجل وانت قاعد تحضر قلت يا سلام انا ما ردة الفعل دي ما بسمعها صح، ولا انت جاوبت حاجة انا ما بقدر اديك ردة فعل في الوقت الحاضر، فالحاجة دي بتتفقد. وبيحرم المتعلم من انه يطرح الاسئله طوالي، يعني اثناء الفيديو شغال انت جاتك سؤال كده بس حرقك كده ما بتقدر طوالي تقوله، لا لازم بعدين ترسل في الجروب ويجاوبوا لك بعد نص ساعه، يمكن زاد الحكايه تبرد الثاني تفقد قيمتها يعني. وكمان على المدى البعيد قال لك المتعلمين ممكن يصابوا بالانطوائيه لانه ما اعتادوا على التفاعل والحاجات دي، فدي برضه من السلبيات بتاعت التعليم الغير مجزي. حاجه فيها ايجابيات تلقى فيها سلبيات تانية. التعليم المدمج او المتمازج ده حاولوا يستخدموا فيه كل الانواع دي، دمج التعليم الالكتروني مع التعليم التقليدي المباشر مع التعليم عن بعد، ذلك من خلال القيام بانشطة التعليم في المنزل، جزء في المنزل جزء في الفصل، وبيخليك تتمتع بانك تدرس من المنزل وفي نفس الوقت ما بتفوض عليك فرصة انك تمشي للمكان بتاع شنو بتاع التعليم المعين. الحياة كلها دمجوها مع بعض كده، جابوا لنا التعليم المدمج. يعني حاسس في نهاية الدورة دي هنعمل ورشة اختيارية، أي زول داير يجيب لابتوب وعند الإنترنت ونراجع الحاجات العملية، ده برضه بيكون جزء من التعليم شنو المدمج. كده وضحت الفكرة يا شباب. فنحن يعني فكرتنا إنه عايزين نكون مدربين إلكترونيين، الكلام اللي قلناه ونظري ده تطبقه شنو عملي، تقدر تعيد مادة تدريبية، تقدر تقدمها في تطبيقات متزامنة لايف، تقدر تقدمها بطريقة غير متزامنة تستخدم كل الأدوات المتاحة بالنسبة لك، تعمل قناة على اليوتيوب ترفعها فيها، تعمل لك حساب في التليجرام قناة ترفع للناس حياتك، يكون عندك على الواتساب جروبات، اي حاجه عندها ميزات. يعني الواتساب ده عيبه انه حياتك بتتمسح صح، رسائله بتمشي، فيديوهاته الا في موبايلك ممكن يتقل لك. التليجرام ميزته انه الرسائل بتكون محفوظه، يعني لو زول جه بعد يومين الحياه القديمه بتكون قاعده كيف في الواتساب الا يرسلوا له تاني صح. اليوتيوب ميزته انه بيحفظ لك كميه كبيره من السايز بتاع الفيديوهات وبيكون قاعد للابد موجود ما بيتمسح. فأي حاجة من التطبيقات دي بتلقى فيها ميزة بتستخدمها وتلقى فيها حاجات كثيرة جدا جدا. فهنا عايزين نستخدم كل التطبيقات دي عشان في النهاية تكون عندك التولز اللي بتقدر تقول بيها أنا مدرب إلكتروني محترف أو معتمد، أو بقدر أقدم مادة تعليمية بطريقة شنو احترافية. في ناس مدربين بيستخدموا لكن تلقى فيه عنده عيب كده، مثلا إنه ما قادر يتعامل مع البوربوينت والويرد وكده إلا زول يجهز له. واحد تاني هو بيقدر يظبط حاجته لكن ما قادر يتعامل مع الزوم الا زول يفتح له الزوم ويقفله له ويكون قاعد معاه. في زول بيقدر يتعامل مع الزوم لكن ما بيقدر يسجل فيديو براو ويرفعه على اليوتيوب. في زول بيقدر يعمل كده وناقصه كده. احنا عايزين نكمل الحاجات دي عشان الزول يقدر يكون هو خلاص كده مدرب معتمد. فان شاء الله الدورة دي تكون مفيدة بالنسبة لنا كلنا، ونقدر في 6 ايام دي نحقق الحاجة دي ونجي نطبقها، أي زول يجي يطبقها في الورشة بتاعتنا إن شاء الله الختامية.
والمجال مفتوح لكم، إذا كان في أي سؤال أو استفسار أو في ملاحظة تفضلوا. أستاذ محمد إسحاق تابع معنا، ما اديناك فرصة. الناس ديال جبال عرفوا بيروحهم كلهم. ايوه عرفوا بيروحهم والتخصصات بتاعتهم، يعني احنا دايرين انك بما انك جيت متأخر توري الناس برضو تعرفهم بيروحك. إن شاء الله إن شاء الله عندك. طيب تمام ممتاز. أيوه طيب، طبعا انت اذا عايز تمشي في مجال التدريب عندك متطلبين، انك تكون ماخذ تي او تي وتعليم الكتروني. زي ما انت اذا عايز تمشي في مجال التدريس بقول لك لازم تاخذ دورة اسمها طرائق التدريس وكده، فما مشكلة. احنا الدورة دي هي اسمها المدرب الالكتروني المعتمد، لكن هي المدرب والمعلم الالكتروني. فانت اذا اصلا انت اذا استاذ او معلم فممكن تستخدم دي دوله بتديك التولز الالكترونيه كلها كده، انت بقيت معلم الكتروني. اذا انت اصلا مدرب عندك خلفيه في التدريب فكده انت بقيت مدرب شنو الكتروني. حتى لو حاليا في مدرب هو مارس التدريب لفتره من الزمن، لكن الفرصه ما سمحت له انه مثلا يدرس تي او تي. ما ضروري يقرا المدرب الالكتروني، هو بيبقى مدرب الكتروني بعد ذاك. وما بعد اذا فتحت له فرصه ممكن يقدر يقرا التي او تي، واحنا هنا بالنهايه بندي المهارات الالكترونيه كلها اللي بيقدر يدرب بها. بعد ذاك هناك بيدوا المهارات التدريبيه الاخرى في الوقفه، في طريقه عرض الماده، في الشجاعه، في كده كده حاجات تانية كثيره نفسيه وسلوكيه من الناحيه التدريبيه. فإن شاء الله تكون عندك معرفة كويسة وخبرة، احنا لازم نستفيد منك في الدورة دي بإذن الله تعالى. الله يديم العافية، الله يخليك. إذا لدينا أي زول عنده إضافة، زول عنده أي إضافة، نحن عندنا واجب كان في الفيديو أنا ذكرته لكن هقوله لكم تاني. طيب نحن عايزين نشوف أمثلة لتطبيقات أو أبليكيشن أو تطبيقات بتاعة موبايل أو مواقع لاقتكم في حياتكم بتطبق مفهوم التعليم الإلكتروني المتزامن غير المتزامن المتمازج. يعني مثلا حاسس في تطبيقات بتاعة موبايل بتكونوا شفتها مع أطفالكم، في تطبيق كده بتاع تعليم لغة إنجليزية بيبدأ معاك من المرحلة الابتدائية، بعد ذاك المتوسطة، بعد ذاك البروفيشنال. هو تطبيق مستخدم فيه الذكاء الاصطناعي، يعني بيقدر يشوف مستواك ويديك أسئلة على حسب مستواك. في مواقع إلكترونية مثلا للصحة، مثلا بتتابع طفلك ده إذا كان شهر يقول لك تعمل له كده كده، شهرين كده، 3 لحد ما يكبر. في تطبيقات كثيرة جدا ومواقع إلكترونية كثيرة جدا من ناحية، يعني يلا احنا في الحتة دي نركز على التعليم والتدريب. فاحنا عايزين تجيبوا لنا اي زول يجيب لنا زي 3 تطبيقات كده من كل نوع، سواء كان تطبيق موبايل او موقع الكتروني او قناة تعليمية او فيديوهات مسجلة شفتها في حتة. زي في فيديوهات كده اسمها انجلش فور يو، دي سلسلة تعليمية كاملة موجودة على اليوتيوب وعلى مسجلة كفيديوهات بتعلمك الانجليزي.
احنا دايرين نعرف حاجات زي دي، الناس تبحث عن حاجات زي دي في كل نوع. الزوم ده هو أداة عادي، لكن احنا دايرين تطبيق عديل يعلم زي اللي انا قلتهم ديل في مجال التعليم المتزامن وغير المتزامن والمدمج. انا هنتظر اجاباتكم لحد بكرة الساعة 8 مساء قبل ما ينزل الفيديو الجديد. اي زول يكون فتش لينا عن الحاجات دي بإذن الله تعالى. هسي في زول يتفاعل معاي بالرسائل طوال يجاوب، ده برضه نوع من شنو؟ خمسة طوال تفاعلت جاوبت بالرسائل، فده برضه نوع من التفاعل بتاع الشاتنج يعني بالنسبة للتعليم أو شنو؟ أو التدريب. فأنا كنت سعيد معاكم جدا في اليوم الأول للدورة بتاعتنا، وإن شاء الله التواصل يكون مستمر عبر الجروب وعبر قناة جروب التليجرام. أنا في التليجرام رفعت الفيديو كده كفيديو يعني كامل MP4، لكن في الواتساب رفعته كلينك بتاع يوتيوب، لأن الواتساب حجم البناء بتاعه بسيط، بخليك ترفع فيديو كبير والتحميل بتاعه بيكون صعب. احنا اي تكنولوجي بنستخدمها على حسب الاتاحيه بتاعتها او فكرتها اصلا مبرمجه بيها. فاذا كان ما في اي اضافه او استفسار نلتقي ان شاء الله غدا في يوم جديد وبروح معنويه جديده باذن الله تعالى. هل في اي استفسار او اضافه؟ طيب انا بشكركم كثير مرة تانية، الله يديك العافية يا خمسة، الله يديك العافية. وان شاء الله هلا يعني احنا ما بنسجل، بس انا حاسس عندي فكرة كده اني اسجل اللايف ذاته ان شاء الله عشان الناس تستفيد منه لقدام اذا نجحت. فان شاء الله ربنا يسهل ونلتقي ان شاء الله غدا باذن الله تعالى. السلام عليكم.